طيب الخطوه اللي بعد كده بقى في الـ في الـ في الفلو شارت اللي احنا شفناها ان احنا هاو تو ايدنتيفاي ذا يوز ريليتد هازاردز. الحقيقه في عندنا كذا طريقه ممكن نعمل بيها الكلام ده. يمكن من اهم الطرق دي ان احنا نعمل اناليسيز اوف بريديسيسور اند سيميلر ديفايسز. يعني نشوف بيسكلي لو فرضنا الجهاز ده كان تطوير لجهاز سابق، نبص كويس قوي على الجهاز السابق ده ايه الشكاوى اللي كانت بتيجي منه. يعني نبص نشوف الكاستمر كومبلينز او الكاستمر اكسبيرينس داتا او الفيدباك اللي جاي من سيرفيز مثلا بتاعه الكاستمرز، ونبص مثلا على ادفيرس ايفنت ريبورت. يعني لو ادفيرس ايفنت ده اللي هو بيبقى بوست ماركت، يعني بتكلم على ان انا الجهاز ده في الوضع ده في المستشفى دي حصل منه مشكله الفلانيه ونتج نتيجتها او بسببها اضرار كذا كذا كذا. الحاجات دي مهمه جدا جدا، دي ممكن ابص عليها اكشوالي الحاجه بتاعتي الجهاز بتاعي بتاع الشركه بتاعتي والاجهزه التانيه كمان. يعني الاقي في بعض السايتس زي الاف دي اي سايت مثلا ممكن ان احنا يبقى في عندنا مجموعه من الادفيرس ايفنت ريبورتس بتاع كل الاجهزه الطبيه اللي موجوده في امريكا مثلا من فتره طويله، ممكن نبص عليها برضه عشان نبقى عارفين نوعيه الاجهزه دي بتتعرض لمشاكل شكلها عامل ازاي. ممكن نبص على الكلام ده برضه في ببلش ارتكلز. ارتكلز دي ممكن تكون في جورنالز، ممكن تكون في اكشوالي في جرايد عاديه خالص، يعني حادثه حصلت في جورنان وممكن الناس تبقى عارفه عنها، او ممكن تبقى موجوده في ساينتفك ارتكلز، او ممكن تبقى موجوده في يعني في حاجه زي مثلا ريبورتس مثلا اتنشرت او كتب اتنشرت. يعني اي حاجه لها علاقه ببابليكيشن وفيها معلومه ريليتد لليوز ريليتد بروبلمز. ممكن برضو نلاقي ان احنا عندنا بعض الحاجات بعض الاماكن بيبقى فيها كومبايليشن للبروبلمز اللي حصلت في بعض المكن زي ما كنت بقول، ويعني منهم اللي هو السايت بتاع السي دي ار اتش بتاع الاجهزه بتاعه الراديولوجي، والحقيقه بتبقى فيها يعني فعلا اكستنسيف ريبورتنج للمشاكل اللي حصلت ديت، والحقيقه دي بتبقى مفيده جدا عشان الواحد يتخيل على الاقل ايه نوعيه المشاكل اللي هو قصادها. في نوعيه تانية من الطرق عشان اقدر احدد بيها الهازرز اللي عندي. انا لغايه دلوقتي بتكلم عن ان انا ايدنتيفاي بس ايه الهازرد الموجود، انا لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش البروبابيلتي بتاعته كام ولا هعمل بيه ايه. الحاجه اللي ممكن انا استعملها في الموضوع ده ان احنا نبص على الديفايس يوز تاسكس ونعملها اناليسز. نبتدي نشوف كده ايدنتيفاي هاي ليفل سيت اوف يوزر ديفايس انتراكشن فانكشنز، حاجات اللي هي تبقى مستعمله كتير وفعلا بنتكلم على اللي هي ايه، يعني اللي هي مثلا ممكن اقول على توب مينيو يعني توب ليفل مينيو، وبتكلم على ان انا ايدنتيفاي التاسكس المربوطه بالهاي ليفل فانكشنز دي وايدنتيفاي الانتراكشن ستيبس دي وايدنتيفاي اليوزر ريكويرمنتس وايدنتيفاي بوتنشال فيليرز فور ايتش يوزر ريكويرمنت. يعني نشوف كل واحده فيهم بتحتاج ايه بالظبط وممكن ايه الخطا اللي يحصل فيها، ونبتدي بقى نحط بقى البوتنشال يوز ايرورز والكونسيكونسز. يعني مثلا احنا عندنا يوزر انترفيس بيبقى عندنا مثلا اختيارات معينه، ممكن احنا نبتدي نفكر يعني ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها بالمكنه دي او بالجهاز دوت واشوف بعملها ازاي، وبعد كده ابتدي اشوف الخطوات اللي اليوزر بيعملها واتخيل بعد كده او مش اتخيل افكر ايه الحاجات اللي ممكن تحصل ويبقى فيها خطا في الخطوات دي، وبعد كده منها بقى ابتدي احدد ايه الهازرز ممكن تحصل منها. طبعا يعني في طبعا من الحاجات الطبيعيه جدا ان احنا نابلاي البيست براكتس فور يوزر انترفيس ديزاين، لازم في اساسيات كده ممكن نتكلم عليها برضو لليوزر انترفيس ديزاين، دي حاجات مهمه. في حاجات متعارف عليها يعني في اليوزر انترفيس ديزاين لازم احنا ناخدها في اعتبارنا، ولازم ان احنا نكونسيدر الورك لود بتاع اليوزر، لان احنا لو احنا بنتكلم على ان الطبيب بتاعنا ده قاعد مثلا 12 ساعه بيشتغل، يبقى اكيد اخر 12 ساعه دي قدرته على ان هو يهاندل كومبليكيتد انتراكشن مع ديفايس ما بتبقاش زي ما كان في الاول خالص. اوكي، بنتكلم على التاسك لود بتاعنا اللي احنا بنحتاجه عشان نعمل حاجه معينه، الديماند بتاعه والتايم بريشر برضو اللي هو محتاج وقت قد ايه علشان يعمل او عليه كونسترينت في الوقت بطريقه قد ايه علشان يخلص الحاجه دي بوقت سريع.